تحية متجددة متابعينا الكرام بحضراتكم مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في صباح هذا اليوم. ها هو شوطنا الرابع الذي تمت انطلاقته بعون من الله وتوفيق الخاص لفئة أيضا القعدان الحقايق. نسير على البركة ونتابع المقدمة والصدارة الأولى. ملفت على المقدمة، ملفت لعبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي هو اللي احتل المقدمة والصدارة الأولى، بينما ننتقل مباشرة ونتابع القدوم على المركز الثاني. المنطلق هناك سيف العرب لمطر بن عبيد بن غدير الاكتبي ينطلق على أرضية ميدان سيف العرب، بينما نتابع القدوم على المركز الثالث. هو زيزون الغادم عوض بن محمد بالدبية العفاري مع المركز الثالث. ننتقل ونتابع المركز الرابع، رابع المراكز وصل في هذه اللحظة سحاب الغادم لعلي بن سيف بن مبارك الخيلي، بينما خامس المراكز اللي يتقدم في شاهين لسمو الشيخ خالد بن سلطان الغاسمي وبخيت بن سالم المسافري اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه مع المركز الخامس. هذه هي نتيجتنا وندعنا للخمس المراكز الأولى، ولكن بنعود للصدارة، بنعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى المقدمة. ها هو ملفت مع الصدارة، يلفت بالانظار مع المقدمة الأولى في هذه المسيرة المتميزة. عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي يتقدم مع الصدارة الأولى ومع المركز الأول، بينما المركز الثاني كما تشاهدون سيف العرب لمطر بن عبيد بن غدير الاكتبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الله واصل سحاب لعلي بن سيف بن مبارك بن خادم الخيلي وينضم إلى الكوكب الثلاثية. المركز الرابع اللي يتقدم فيه متابعين الكرام اللي هو زيزون لعوض بن محمد بن سعيد بالدبيه العفاري، واصلين على المركز الرابع. المركز الخامس اللي يتقدم في هذه المسيرة المتميزة ضاري 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 اللي وصلنا لبداح بن فهد بن صقر الخالدي اللي وصل وانضم إلى الكوكب الخماسية، ولكن سنبقى مع الإثارة. نعود إلى رأس الحربة، نعود إلى المقدمة الأولى. سحاب على الصدارة بدأ ينسحب رويدا رويدا إلى الفوز وإلى الانتصار، ولكن ضاري ضاري توني ذعته في المركز الخامس بدأ ينطلق مع الكوكب الثنائية بالمقدمة الأولى بالمقدمة والصدارة بداح بن فهد بن صقر الخالدي، ولكن انطلق انطلق سحاب على الصدارة، سحاب على المركز الأول وعلى الريادة الأولى علي بن سيف بن مبارك بن خادم الخيلي مع المقدمة الأولى. الله يا الخيلي على هذا الأداء المتميز اللي قدمه لنا سحاب على الصدارة وعلى المركز الأول. تهانينا بنقول من هذه اللحظة المتميزة والجميلة لعلي بن سيف بن مبارك بن خادم الخيلي، والسلام إلى أهالي الخزنة للمرة الثانية في صباح هذا اليوم مع مشاركات أهالي الخزنة. تهانينا والناموس، وسعدت صباحا يا أهالي الخزنة على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لعلي بن سيف بن مبارك بن خادم الخيلي المركز الثاني، ملفت لعبيد بن محمد بن مرخان الكتبي المركز الثالث. المركز الثالث اللي وصلنا شاهين لمحمد بن راشد بن ناصر الشامسي. هكذا نتيجتنا متابعينا الكرام للثلاث المراكز الأولى. تهانينا وناموس لمالك صحاب. التوقيت الزمني 4:39 ثانية.